تشارك مملكه البحرين دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للبيئه الذي يصادف الخامس من يونيو من كل عام في ظل جهود متواصله تؤكد الالتزام بالحفاظ على البيئه وتنميتها هذا واولت المملكه الموضوعات البيئيه اهتماما كبيرا من خلال تطبيق السياسات والتشريعات المنظمه لحمايه الاستدامه البيئيه وتدجين الخطه الاستراتيجيه للبيئه ومواجهه التغيرات المناخيه كما عملت السلطه التشريعيه على سن العديد من القوانين والتشريعات الداعمه للمنظومه البيئيه والتنميه المستدامه